إذن أعطى المعهد العالي للدراسات البحرية انطلاق إطلاق شعبة الهندسة في صناعة وإصلاح السفن هذه السنة، وجاء فتح هذا التخصص بالمعهد العالي للدراسات البحرية في إطار استراتيجية تطوير المعهد التي بدأناها في سنة 2018، والتي من بين أهم مرتكزاتها تنويع عرض التكوين بالمعهد، وهذه الشعبة تدخل في إطار الاستراتيجية التي تبنيناها منذ سنة 2018. كذلك جاء هذا الافتتاح تنفيذا للاستراتيجية الوطنية المينائية لسنة في أفق 2030، والتي تروم إنشاء شعبة أو إنشاء قطاع للصناعات البحرية، لصناعات صناعة السفن الأوراش البحرية بعدد من موانئ المملكة. وقد كان هناك كان توقيع لاتفاقية إطار سنة 2017 ما بين هذه الاتفاقية، تسمى الاتفاقية البرنامج الموقعة سنة 2017 بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذلك وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، وكذلك الفيدرالية الوطنية للصناعات المعدنية والميكانيكية. ويعد فتح هذه الشعبة وفاء من المعهد العالي للدراسة البحرية بالتزاماته ومساهمة منه في دعم الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030. نظرا لأهمية الدور الذي يطلع به المعهد داخل المنظومة البحرية والمينائية الوطنية، وكذلك الدور المتنامي الذي يقوم به المعهد قاريا وعلى صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، يطمح المغرب إلى تطوير قطاع بناء وترميم السفن في عدة موانئ وطنية كموانئ الدار البيضاء وأكادير، إلى جانب أوراش تفكيك السفن في عدة مناطق أخرى من المملكة. وتطمح هذه الاستراتيجية إلى إقامة صناعة متطورة في هذا المجال على الصعيد الوطني والقاري، وذلك انطلاقا من المؤهلات البحرية التي يتوفر عليها بلدنا المطل على واجهتين بحريتين، وذلك دعما للاقتصاد الوطني وخلقا لمناصب الشغل.